بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح اليوم طريقة ترقيد الأرض لنبات الفل. نختار أحد الأغصان الذي يكون قريب من الأرض، ونقوم بإزالة جزء من الأوراق لمسافة معينة، تقريبا 15 سنتي إلى 20 سنتي، مع عمل جروح في أسفل الغصن، خدش بسيط للقشرة الخارجية. بعد ذلك نقوم بحفر مسافة عمق تقريبا 20 سنتي في التربة. أشرح شرح تطبيقي لكن لا أريد أن أعمل ترقيد. نقوم بعمل حفر بهذا الشكل، شق عرضي، ثم ندفن الغصن بعد إزالة الأوراق وعمل تجريح في أسفل الغصن بهذه الطريقة، وندفن عليه جيدا مع الضغط حتى لا يخرج مع أي اهتزاز للشجرة، ثم نسقي جيدا بالماء ونبقى على هذا الوضع مدة تقريبا شهرين. لا نستعجل على النبتة، وعند محاولة معرفة نجاح هذا الطريقة نقوم بالحفر في جانب الغصن المدفون من الخارج، وإذا لاحظنا وجود جذور فتكون الطريقة نجحت بإذن الله. بعد ذلك نقوم بقص الغصن من الأم من هذه المنطقة، وتكون لدينا شتلة قائمة بذاتها، بإمكان نزعها من التربة ووضعها في أصيص أو غرسها في منطقة أخرى بعيدة عن أمها. عملت سابقا نفس التجربة في الأصيص كما تشاهدون الآن. هذه الآن عمر تقريبا 3 إلى 4 شهور تقريبا. تشاهدون في هذه المنطقة وجود بعض الجذور كما تشاهدون هنا، وأيضا في هذه المنطقة وهنا أيضا. الآن نقوم إن شاء الله بقصها من جهة الأم من هذه المنطقة. بسم الله. الآن أصبحت لدينا شتلة بذاتها، نقوم بإخراجها من نفس المكان لوضع آخر. أيضا تشاهدون الجذور من الأسفل خارجة للتربة من أسفل الأصيص، وهذا يؤكد نجاح الشتلة والترقيد، نجاح عملية الترقيد الأرضي سواء في الأصيص أو في التربة الدائمة. الآن نقوم بوضع عصا، نغرسها في جانب الأصيص ونربط عليها الشتلة وننقلها إلى مكان مظل فترة 2 إلى 3 أيام مع السقي الجيد، وإن شاء الله تكون نجحت بإذن الله تعالى. هذا ما أحببت أن أشرحه لطريقة الترقيد الأرضي. نأمل أن يكون الإعجاب بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.